بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جالنا كتير واحنا اجبنا عليه كتير، وبرضو لان هو يعني نقدر نقول انه اسمه سؤال تطبيقي، يعني له تطبيق عملي، يعني اجابته ملموسة في الحالة العملية، هي سرعة القصف وتركيب الدعاء. اتكلمنا وقلنا الكلام ده، احنا اول ناس قالته وأثبتت الوقائع العملية والحالات إن إحنا بفضل الله عز وجل كنا صح. وده المنطق، لأن إحنا برضه هنتكلم كلام، يعني أنا مش هتكلم كلام طبي، الكلام الطبي والمصطلحات ده مكانه في الأبحاث والمؤتمرات نقوله فيه، ولكن هنتكلم كلام بالبلدي، يعني اللي بيطلع من العقل بيوصل للعقل زي ما بيقولوا، اللي بيطلع من القلب بيوصل للعقل. المريض اللي جاي يركب دعاء عنده عجز جنسي، مر بسلسلة إحباطات وممكن سنوات من الإحباطات، وممكن يكون حصل له انفصال عن الزوجة أو الزوجة توفاها الله، أو في الحالتين عاوز يتزوج جديد، أو ربنا كرمه موجود مع الزوجة الأولى وعاوز يعوضها ويعوض نفسه عن المشاكل اللي شافها والحرمان اللي شافه. المريض بيجي يركب دعاء في دماغه ان هو يعني هيخش ارض الاحلام، وان هو في اول لقاءين ثلاثه، مش في اول سنتين ثلاثه، هيعوض كل اللي شافه من الحرمان. ليه؟ المريض مقتنع ان الدعامه بتدي له اوبن تايم، عنده ان الدعامه دي ممكن يعمل بها انتصاب 24 ساعه يوميا، وده نظريا ممكن طبعا وعمليا ممكن، ولكن المريض لما بيجي يمارس العلاقه بيكتشف ان هو لو هو عنده مثلا سرعه قصف، مثلا هيقذف بعد 10 ثواني 20 ثانيه دقيقه نص دقيقة، ولو هو طبيعي هيقذف بعد كام 3 4 5 دقايق، لأن عادته بيبقوا كبار سن أساسا، عادة معظم اللي مركبين دعامات بيبقوا كبار سن. طيب بيجي المريض لو هو متجوز جديد أو متجوز واحدة في سن صغير، طبعا بيبقى داخل في دماغه إن هو لازما يعني حاسسها إن هو يعني إن هو الدعامة خلته عمره 17 سنة. وناس كتير معتقدين ان هو مجرد ما ركب الدعامه نزل ل 17 سنه. المرضى بيقولوا لنا الكلام ده. فطبعا هو جاي في دماغه ان هو لازم يعوض الفتره اللي فاتت. بيجي يبدا يمارس العلاقه يكتشف انه مثلا حصل انزال بعد دقيقه مثلا او بعد دقيقتين. العضو لسه منتصب لان الدعامه هي اللي عملت الانتصاب. بينما هو فقد الاتصال، يعني الاحساس مجرد ما حصل قصف خلاص فقد الاحساس، مش حاسس باي حاجه، بيكمل بشكل آلي زي الروبوت عشان يعمل ارضاء للطرف الاخر. الطرف الاخر مش عارف ان هو ما فيش احساس، خلاص الطرف الاخر يعني مندمج معاه ومش عارف ان ده ما فيش احساس. فهو استيقظ على المفاجاه الكبرى ان هو يعني بعد الاحباط ده كله والعمليه ويفاجئ ان هو بيستمتع نص دقيقه او دقيقه، طب بلاش دي، هو طبيعي وبيقعد 4 و5 دقائق. لا، هو دلوقتي مش ده اللي كان منتظر. يجي يقول لك لا انا اتضحك عليا، اتضحك عليك ازاي؟ هو الدكتور انت رايح له قال لك انا هعمل لك حاجه للانتصاب، واحنا زمان كنا بنعمل دعامه بس برضه ما كناش بنعمل معاها حاجه. يعني احنا زينا زي جميع الاطباء بنتكلم، ولكن الاحداث بتتطور وبتلاقي مستجدات. احنا فوجئنا، احنا كنا بنعمل عمليه علاء عجلان لوحدها. اللي هي عمليه علاء عجلان لعلاج سرعه القصف. في حلقات كتير اتكلمنا عنها فيها موجودة على الانترنت، وفي حلقات في التلفزيون المصري بتشرحها، وحلقاتها اللي هي على التلفزيون المصري مدبلجة 23 لغة، فاللي عايز يطلع عليها يطلع عليها موجودة على الانترنت، اكتبوا علاء عجلان بس وهتطلع لكم الحلقات. فوجئنا بان في مرضى عاملين دعامات خارج مصر او داخل مصر، والمرضى مش عاملين دعامات بقى من شهر، تلاقي اللي عامل بقى له 5 سنين وبقى له 6 سنين وبقى له 3 سنين. ده واحد جالنا عاملها بقى له 8 سنين. وفي واحد جالنا مره عنده 61 سنه ومركب دعامه. ماشي؟ واتجوز واتطلق. لاسباب يعني متعدده مش هنقول لسبب الدعامه. ولكن الراجل جاي فوجئنا بيه بيقول انا القصف عندي بعد 10 ثواني ومركب دعامه.
طبعا حالته النفسيه كانت سيئه جدا مع الزوجه اللي تزوجها، ويعني الموضوع انتهى بالانفصال بسبب عصبيته نتيجه ان هو يعني لقى نفسه بيعمل قصف بعد 10 بعد 10 ثواني. فطبعا ده من ضمن الحالات اللي جت. فوجئنا بان المريض بيحكي لنا، يعني المرضى هم اللي جم يشتكوا، بيحكي لنا انا عامل دعامه ويعني ما استفدتش منها استفاده كامله. طبعا الدكتور اللي عمل له الدعامه ده دكتور يعني مشكورا على قد ما عليه، يعني انت جاي وتقول لي انا مركب دعامه من 8 سنين ولا من 5 سنين، لا يبقى ده الدكتور ده يعني ما شاء الله قد ما عليه خير قيام. ولكن انت ما طلبتش منه انه يعمل حاجه بسرعه القصف. وما كانش الموضوع ده مطروح، يعني احنا نفسنا زمان ما كناش بنعمله برضه، الامانه العلميه تقتضي ان احنا نتكلم في الكلام ده. ففوجئنا بان هم عاوزين يعملوا عمليه سرعه قصف مع الدعاء. فطبعا الكلام كان منطقي فبدانا نعمل. فوجئنا بحاجه ان المريض دلوقتي بدل ما يعمل عمليه بقى بيعمل عمليتين، يعني بيعمل الدعاء مره ويجي يعمل لنا سرعه قصف مره. لا طب ما انا ادخل المريض مرتين ليه؟ طب ما انا من الاول بقى اعمل له الاثنين مع بعض، ليه؟ لان العمليه تجعلها عجلان لما بتيجي تعملها من نفس الفتح ومدتها مش هتاخد اكتر من دقيقتين، يعني انا في العادي لما بعملها لوحدها بقعد 10 دقائق بفتح الجرح واقص وبعدين اخيط الجرح 10 دقائق، لكن انا عندي الجرح مفتوح. بخش بقص حته جلده، هي العمليه ايه؟ بتقص حته الجلده دي وتقص العضله دي، يعني قصه بالمقص كده قصه بالمقص دي، ما بتاخدش دقيقتين. لكن نتيجتها ساحقه. احنا اكتشفنا ان نتائج عمليه سرعه القصف في المرضى اللي مركبين دعامات احسن من الاشخاص العاديين اللي هم ما عندهمش دعامات، لسبب بسيط جدا ان المريض ما عندوش اي ضغط نفسي، مشكله الانتصاب محلوله بالدعام ومشكله القصف محلوله بالعمليه، فالمريض نفسيا ما عندوش اي ضغط عقلي، ما عندوش اي توتر نفسي. دول بيشبهوا العيانين اللي هم بياخدوا نتيجه مضاعفه بعد عمليات على العجلان اللي هم بيكون عندهم اسباب نفسيه. المريض ده طبعا بيكون عنده اسباب نفسيه وعضويه لان هو يعني شاف احباطات بقاله سنوات. وحتى بعد تركيب الدعامه شايف احباط اخر في مده القصف. فطبعا انت بتحل له الموضوع جذريا، فهو لما هنا يرتاح ويبقى في صفاء خلاص الدنيا بتتحل. طب انت دلوقتي بتقول لي انا عشان اعمل دعامه لازم اعمل عمليه سرعه قصف، هل الكلام ده اجباري؟ لا طبعا. اولا ممكن المريض يكون مثلا بيقعد نص ساعه. ممكن يكون مريض صغير السن. ممكن يكون مريض بيقول لك لا انا الطبيعي بتاعي طول عمري بتاخر. خلاص مش محتاج، ممكن المريض يكون رافض الجراحه، خلاص. ممكن يكون مريض يقول لك انا هاخد علاج دوائي. اوكي؟ ولكن العلاج الدوائي مش جذري، هتمشي عليه طول عمرك. طب واحد عنده 60 و70 سنة ماشي، طب واحد عنده 20 سنة؟ اه في ناس عندها 20 سنة مركبة دعامة. هيقعد ياخد علاجات بآثارها الجانبية طول عمره؟ طب أنا في دكتور مثلا وقف بيقول لي لا أنا معترض على عملية على عجلان أو ما أو مش متقنها ما بعرفش أعملها لكن بجيد عمليات غيرها وبدرجة إتقان عالية كمان. لا يعمل هو بيتقنه. احنا لا نشترط عمليات على عجلان، احنا بنعمل عمليات على عجلان لان احنا اكثر ناس خبره فيها. احنا بفضل الله اول مركز بيتخصص في جراحات سرعه القصف في الشرق الاوسط وافريقيا. الكلام ده لو حد شاكك فيه خش على الانترنت، لو لقيته عنوان اي مركز في المنطقه دي ابعته لنا على الصفحه. واحنا المركز الوحيد في العالم اللي بيعمل عمليات على عجلان وسرعه القصف من 13 سنه. بفضل الله عز وجل، وعملنا مرضى من 36 جنسيه. يعني الحمد لله العمليه سمعتك كبيره جدا بره مصر بفضل الله عز وجل. طيب انا دلوقتي ما بجبرش المريض ان هو يعمل عمليه على عجلان ولا اجبر الدكتور، ولكن في عمليات اخرى ونسب امانه عاليه مع الدعامه. ليه؟ لان انت مش خايف يحصل عجز الجنسي لان انت اوريدي مركب دعامه. عمليه على عجلان ما بنخافش فيها من فقدان احساس او من العجز الجنسي، بس مش هنتكلم عليه. هنتكلم عن الوسائل الاخرى لو في اطباء اخرين عاوزين يعملوها، او لو المريض نفسه مش مقتنع بعمليات على عجلان وعايز يعمل عمليه ثانيه، ما دي برضه حاجه من حقه. في عمليات قصف عصب، في عمليات السويتش، في حقن فيلر في راس القضيب، كل الكلام ده ممكن يعمله. في حاجات منها مؤقته وفي حاجات منها دائمه. الحاجات المؤقته احنا ما بنعترفش بيها لان احنا عاوزين المريض يعمل العمليه وما يجيش ثاني ينساها. ف
فاحنا في عندنا عمليات اخرى غير عمليات على عجلان احنا طورناها بحيث تبقى دائمه، وخلينا التكنيكات امنه بحيث ان انا ما اخافش من ان امكانيه ان يحصل عجز جنسي او فقدان احساس او الكلام ده. المريض له الخيار انه يعمل اي تكنيك سواء على عجلان بسرعه القصف او سويتش او قص عصب او اي تكنيك يختار، ولكن لو رفض يبقى الحل قدامه انه يمشي على علاج دوائي بقيت عمره. وشكرا.